مشاهدينا الكرام، ننتقل مباشرة إلى كنيسة مرمرون في الجميزي لمتابعة القداس الاحتفالي بمناسبة عيد مرمرون. إذن في هذه الأثناء يصل رئيس الجمهورية اللبنانية إلى كنيسة مرمرون في الجميزي للمشاركة في القداس الاحتفالي. إذن القداس الاحتفالي الذي سيقام وسيبدأ بعد لحظات في كنيسة مرمرون في الجميزي سيجمع الرؤساء الثلاثة وقيادات الفرقاء السياسيين، كما البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وفي هذه الأثناء يدخل الرئيس وإلى جانبه السيدة الأولى إلى داخل كنيسة مرمرون. فخامة الرئيس، في مناسبة عيد انتم بخير، في مناسبة في كركي وضعت نقطة على السطر بموضوع تشكيل الحكومة، هل الحكومة أصبحت غير واردة أو الأسبوع المقبل سوف نشهد انطلاقة جديدة للمشاورات وولادة لهذه الحكومة؟ وأين العراقيل؟ النقطة على السطر وضعتها لتفسير الدستور مش لأي أمر آخر، ولكن الحكومة أكيد ضرورية 100%، بل بالعكس صار من المعيب أن نتأخر بتشكيل حكومة، من المعيب أنه نظهر الحرص أقل مما عم يظهر العالم الحرص على لبنان. يعني اليوم هيك إذا بنشوف المجموعة الدولية انعقدت بنيويورك 25 رسمت خريطة طريق للبنان، لاستقرار لبنان، لازدهار لبنان، لاقتصاد لبنان، للوضع السياسي بلبنان. أيضا في مؤتمر سيعقد في فرنسا الشهر المقبل مكمل لمؤتمر المجموعة الدولية يصب بنفس السبيل. من المبادرات الدولية أيضا الدعم اللي تأمن الجيش اللبناني اللي يتمكن من تطبيق استراتيجية دفاعية تجعله السلطة الوحيدة اللي تملك القدرات العسكرية ويتصدى للاعتداءات الخارجية والعدو الإسرائيلي، وأيضا يقدر يسيطر على الوضع الأمني وموجة الإرهاب المتفشي. كمان إيطاليا عم تستعد لمؤتمر دولي بنيسان، رح بيكون في اجتماع تقني لدعم الجيش. إذن هالحرص الدولي الكبير يجب أن لا يكون حرصنا أقل. والأمر الثاني، الظروف الداخلية أصبحت مهيئة، في إعلام بعبدة اللي توافقوا عليه الجميع واللي لازم يتنفذ، وكل العالم ترجع على لبنان ونقعد نشوف كيف بدنا نساوي بلدنا. الأمر الثاني الاستراتيجية الدفاعية، والأمر الثالث مذكرة تبكركي الوطنية اللي واكبت إعلام بعبدة وكل ما نتحدث به وشددت على الثوابت الوطنية. ما عندنا سبب أنه ما نعمل حكومة، يجب علينا إثبات جدارتنا الديمقراطية.
من بعد ما تحرر لبنان من العدو الإسرائيلي ومن بعد ما خلصت الوصاية على لبنان، لازم نبرهن إن احنا فينا نعمل دولة، فينا نألف حكومات، فينا ننتخب رؤساء جمهورية، فينا ننتخب مجالس نيابية ما نمدد، فينا نحتكم لمجلس دستوري ما نقاطعه إلى آخره. هذه كلها عم نسجل نحن إعاقة بسياسية بإدارة الشؤون. الاستحقاقات الدستورية لازم تنعمل، لازم تتنفذ. المواطن يئن من الخوف من القتل من الإرهاب، ويئن من الجوع من الاقتصاد. يجب اليوم قبل بكرة أن نألف حكومة على قدر أمال اللبنانيين. عيب أنه 11 شهر صبحنا ما ألفنا حكومة، إن شاء الله الأيام المقبلة. خبر رئيس بموضوع تسليح الجيش اللبناني، الفريق متمسك بشروطه كرمال هل التمسك، هل التمسك بوزير او بشرط او بحقيبة اهم من التمسك بلبنان؟ ما بعرف السؤال عندهم. فخبر الرئيس بموضوع تسليح الجيش اللبناني، هل هناك من يتحدث عن ان الدولة الفرنسية تلقت ضغوطات بعدم ابدا ابدا سلاح ثقيل؟ ابدا ابدا. انا امبارح كمان التقيت برئيس هولندا وقلت له بدنا سلاح نوعي يمكننا من التصدي لاسرائيل، تنصبح نحن القوة الوحيدة على الأرض التي تتصدى الاعتداءات الإسرائيلية. ينعاد عليك. Oh,
المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أهلنا أيها الآب القدوس أن نحيي ذكرى صفيك أبينا القديس مارون بالفرح والتسبيح، وامنحنا بشفاعته مغفرة الخطايا وفيض البركات والثبات في الإيمان القويم، والسير على خطاه لنحيا أنقياء جميع أيام حياتنا. فنمجدك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى دهر الدائرين. آمين. السلام للبيعة ولأبنائها. فعنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب الذي دعا أبانا مارون، إلى السيرة النسكية، وإلى الابن الذي كمله بالفضائل الإلهية، وإلى الروح القدس الذي أشركه في الحياة الأبدية. بل الذي له المجد والإكرام في هذا العيد وكل أيام حياتنا إلى الأبد. أيها المسيح إلهنا، كريم في عينيك تذكار قديسين، امنحنا أن نعيد ذكر أبينا مارمرون الذي اختار عيش الزهد وصفاء الروح، ونهتف طوبى لك يا أبانا مارون، يا من وقع في نفسك كلام الإنجيل وقوع حبة القمح في الأرض الطيبة، فآثرت فقر المسيح على كنوز الدنيا. طوبى لك يا أبانا مارون، يا من جاهدت الجهاد الحسن على جبل قورش، فتوافد إليك المؤمنون من كل الأنحاء، فكم شفيت بصلاتك مريضا وهديت ضالا و
ورددت خاطئا إلى البر والخلاص. طوبى لك يا أبانا مارون، يا من صرت طلبة على شفاه المؤمنين ومثلا حيا لشعب يحمل اسمك ويعرف بك إلى منتهى الدهون. والآن نسألك أيها المسيح رجاؤنا بشفاعته على عطر هذا البخور أن تهدينا مسالك الأزمنة العسيرة. ارفع شأن بيعتك رد إليك البعيدين واحفظي بصليبك القريبين. لا شيء من بيننا الانقسامات والحروب، واتد الأمن والسلام بين جميع الشعوب، وليجد الراحة الأبدية أمواتنا المؤمنون. فنشكرك ونمجدك مع العذراء مريم وأبينا مارون وجميع القديسين، ونحمد أباك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
تقبل اللهم الآب بمحبتك الصلوات والعطور التي قدمناها لك في ذكرى أبينا مارون، وهب لنا أن نسير سيرته أمامك، واقبل شفاعته للذين تكنوا باسم مارون لكي يحملوا رسالتك في لبنان والمشرق وفي العالم كله. فنرفع المجد والشكر إليك ولابنك الوحيد وروحك القدوس بارخ مور ريش كوهني الآن وإلى الأبد. قديشات ألوه قديشات حيلتون قديشات قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة. لك المجد إلى الأبد. امدحي وغني عند الرب مرضي. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى تلميذه تيموتاوس، يقرأ في تذكار مارمرون الناسك أمام هذه الأسرار المقدسة وأمام بينا رئيس كهنة المسيح وبارك يا سيد. المجد لرب بولس والرسل والأنبياء، ولتكن مراحم الله على القارئين والسامعين وعلى هذه الرعية وهذه الجماعة المصلية إلى الأبد. يا إخوتي، أما أنت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتي ومحبتي وثباتي واضطهاداتي وآلامي كالتي أصابتني في أنطاكيا وأيقونيا وليسترا، وأي اضطهادات احتملت، ومن جميعها نجاني الرب. فجميع الذين يريدون أن يحيوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. أما الناس الأشرار والمشعوذون فإنهم يتمادون في الشر، مضللين الآخرين وهم أنفسهم مضللون. أما أنت
فاثبت على ما تعلمته وأيقنته، عارفاً ممن تعلمته وأنك منذ الطفولة تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تصيرك حكيماً في سبيل الخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. فالكتاب كله إنما الله ألهمه، وهو مفيد للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب في البر، ليكون رجل الله كاملاً معداً لكل عمل صالح. والتسبيح لله دائماً. وبارك يا رئيس الكهنة. الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي لبشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن اسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال الرب يسوع: لقد حانت الساعة لكي يمجد ابن الإنسان. الحق الحق أقول لكم، إن حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت تبقى مفردة، وإن ماتت تأتي بثمر كثير. من يحب نفسه يفقدها، ومن يبغضها في هذا العالم يحفظها لحياة الأبد. من يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا هناك يكون أيضا خادمي. من يخدمني يكرمه الآب. نفسي الآن قلقة، فماذا أقول؟ يا أبتاه نجني من هذه الساعة، ولكن من أجل هذا بلغت إلى هذه الساعة. يا أبتي مجد اسمك. فجاء صوت من السماء يقول: قد مجدت وسأمجد أيضا. وسمع الجمع الحاضر فقالوا: إنه رعد. وقال آخرون: إن ملاكا خاطبه. أجاب يسوع وقال: ما كان هذا الصوت من أجلي، لكن من أجلكم حقا، والأمان لجميعكم.
سيدنا يا صاحب الفخامة أن تكونوا مع عقيلتكم على رأس المصلين في صبيحة هذا العيد المبارك، عيد أبينا وشفيع كنيستنا مار مارون الناسك، وأن يكون إلى جانبكم مشكوراً دولة رئيس مجلس الوزراء المكلف الأستاذ تمام سلام، وإذ نرفع الصلاة معكم حارة إلى الله نسأله تعالى أن يشد أزركم في هذه الظروف العصيبة والمصيرية التي تمر بها البلاد، لتحافظوا مع جميع معاونيكم على كيان وطننا العزيز لبنان وعلى دستوره الذي حلفتم اليمين المعظم بصونه وعلى مؤسساته لتعمل بانتظام في سبيل تأمين سلامته والزود عن مصالح شعبه. وإننا نتوجه بالشكر الخالص من سيادة المطران يوسف بشارة السامي الاحترام الذي يمثل فيما بيننا غبطة أبينا السيد البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الكلية الطوبة، ومن سيادة السفير البابوي المطران جابرييل كاتشا السامي الاحترام الذي يحمل إلينا على الدوام بركة قداسة الحبر الأعظم البابا فرانسيس، ومن أصحاب الفخامة والدولة وأصحاب السيادة المطارنة ورؤساء الكنائس وأصحاب المعالي والسعادة وسفراء الدول والهيئات القنصلية والسلطات القضائية والقيادات العسكرية والمراجع المدنية لحضورهم معنا في هذا القداس ومع أبنائنا المؤمنين الأعزاء الذين يشاركوننا إقامة العيد. وكم يجدر بنا أيها الإخوة في هذه المناسبة الروحية الجامعة أن نتشاطر معا هم لبنان، فنسأل صاحب العيد شفاعة مقبولة من أجل أن تتوقف موجة العنف والتفجيرات القاتلة التي راحت تذر قرنها في بلادنا، منذرة بفتنة نرفضها جميعا من كل قلوبنا وكل ضمائرنا، وهي لن تقوى علينا بإذنه تعالى إذا ما وحدنا صفوفنا وغلبنا مكامن الخير فينا واستلهمنا تاريخنا المضمخ بطيب العيش الواحد والمودة المتبادلة، وهي الكنيسة المارونية وعلى رأسها غبطة أبينا السيد البطريرك مار بشارة بطرس الكلي الطوبة، وبما لها من محبة واكبت بها مع كل عائلاتنا الروحية الكريمة مسيرة لبنان منذ نشأته، تصدر مذكرة أساسية في مناسبة هذا العيد الفضيل تدعو فيها الجميع إلى العمل المتضامن على إنقاذ لبنان من الأخطار المحدقة به، منطلقين من ثوابته الكفيلة بالمحافظة عليه إذا ما حافظ عليها واستلهمها في مواجهة قضايا يومه وغده على السواء. إن إنقاذ لبنان يبدأ أولاً بالحفاظ على بنيته الوطنية وجوهر وجوده من الأساس، والأمر واجب ضميري تفرضه علينا بإلحاح تقلبات هذا الزمن الرهيب وما يسمى بتغيير الدول الذي يملي بحسب الحكمة الشائعة أن يحفظ المرء نفسه، والرأس هنا هو رأس لبنان.
إن وطننا قد تكون بإرادة جماعات آمنت كلها بحرية المعتقد والمساواة في الحقوق والواجبات فيما بينها وبين أفرادها، وكتب عليها أن تناضل أجيالا وقرونا إلى أن ارتقى مصيرها الموحد إلى تأسيس دولة وصنع استقلال. وكم شرف وطننا هذا الباب الراحل القديس الجديد يوحنا بولس الثاني عندما أعلن للعالم أنه أكثر من وطن وأنه رسالة عيش مشترك سوي بين المسلمين والمسيحيين ومثال يحتذى به في الدنيا شرقا وغربا. فهل كثير علينا اليوم أن نجدد إيماننا بهذا الوطن بالذات وبرسالته التي تضع في طليعة الأوطان صانعة الحضارة الإنسانية الكبرى؟ لهذه الغاية وبهذا العمق أردتم يا فخامة الرئيس ورجال الحوار الوطني من حولكم وعبر إعلان بعبدة أن ينأى اللبنانيون بوطنهم عن المطبات التي تمر بها الأوطان من حولهم، ونحن معكم نقول معاذ الله أن يدير لبنان ظهره لإخوانه في ظروفهم العصيبة، وهو يستقبل النازحين السوريين إليه بقلب مفتوح وبأعداد فاجأت الدنيا بأسرها. ولئن نادينا معكم بتحييد لبنان عن الصراعات الأخوية العابرة إن شاء الله، فإننا نريد ذلك خدمة لإخواننا كما نريد خدمة لنفوسنا على التمام، ذلك أننا بحفاظنا على العيش المشترك في صفوفنا وهو لنا مع الحرية كنز الكنوز نقدم لأوطان إخواننا اختبارا إنسانيا شافيا لعلهم يستلهمون في تركيز مجتمعاتهم المتعددة هي أيضا إلى فكرة قبول بعضهم البعض بالعزة والكرامة والمساواة بين الجميع. وإنقاذ لبنان يمر ثانيا بالحفاظ على دستوره المميز وعلى حياته الدستورية بكل أبعادها. لقد مر قرن كامل أو يكاد على سقوط الدولة العثمانية وعلى محاولة دول المنطقة الناهضة على أشلائها أن تضع لها دساتير جديدة ملائمة، وهي لم تنتهي من القيام بهذه المسؤولية حتى اليوم، وقد أبدت لنا الأيام ما كنا له غير جاهلين بأن الدستور اللبناني الذي بلغ من العمر ما يقارب 90 يبقى الدستور المتقدم والسباق بين الدساتير أقرانه في كثير من النواحي المتعلقة بحسن الحضارة وكرامة الإنسان. لقد نص هذا الدستور أن الشعب اللبناني يقدم كل مشاعر الإجلال لله، وهو إلى ذلك يبني دولة مدنية مرتكزة إلى الحريات الخاصة والعامة، وعلى رأسها حرية الضمير التي تفوق بكثير حرية العبادة. ولقد أسهم هذا الدستور في خلق حياة سياسية توامها الحوار وحسم القرارات عبر صناديق الاقتراع، كما واكبت نصه أعراف ومواثيق استلهمت من روحه الصافية فأفسحت في المجال أمام جميع الأطياف للمشاركة المتساوية في المسؤولية السياسية وفي حكم البلاد. ولئن كانت هذه المشاركة مرتبطة بقواعد وترتيبات وصلت إلينا من اختبارات القرن 19 إلا أنها تبقى فريدة الوجود على مستوى دول وقارات عديدة لم تصل بعد إلى مثيل لها. فهنيئا للبنان يتقدم المجتمعات المتعددة
في احترام حق المشاركة بين أطياف تؤلف أوطانا واحدة وشعوبا موحدة. قد يكون هذا الجهد غير كاف للوصول إلى ما نحلم به من هذا القبيل، لكن الدساتير والأنظمة تبقى كائنات متطورة، وهي تواكب حياة شعوبها في كل ارتقاء لها نحو الأفضل. فلنكمل مسيرتنا الصاعدة نحو مزيد من الديمقراطية، ولا نقعن في محاذير العودة إلى الوراء، فنهدر لا سمح الله كنزا من كنوز لبنان. ويمر إنقاذ لبنان ثالثا وأخيرا عبر استعادة العمل في مؤسساته والحفاظ معها على دورة الحياة بكل وجوهها. وإذا كان للأنظمة أن تخضع للتطوير والتعديل، فإن أي تعديل نريده في نظام لبنان إنما يجب إقراره من داخل مؤسساته وليس من خارج، وعلى أن يكون متوافقا وثوابت الوطن لئلا يتعرض من جرائه للاهتزاز والضياع. غير أن ما يحصل اليوم هو عملية تجاذب تعطل بفعلها المجلس النيابي عن العمل، وتعطلت الحكومة المنتظرة عن إبصارها النور، ويكاد الاستحقاق الرئاسي يتعطل ما لم نفتح قوة من رجاء بتوافق حول عدم الوقوع في المحظور الأكبر. فهل من يحمل طبيعة ضياع لبنان عبر ضياع مؤسساته الضامنة لانتظام الحياة فيه؟ وأية مصلحة لنا في أن نصل إلى الفراغ الكامل لا سمح الله؟ إن هذا المنح لم يعد مجرد لعبة ديمقراطية مشروعة، لأنه يطاول بالعمق مصالح لبنان الحياتية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، ويضعنا حتى أمام خطر فقدان الوحدة الوطنية لا سمح الله. حيال هذا الأمر الخطير ومنعا لإحلال الفراغ في رسالة لبنان، فلنعلن حالة طوارئ وطنية، ولننكب على تأمين مصالح لبنان العليا لنثبت أننا جديرون بالانتماء إليه. النار هي الآن في جنبات بيتنا الواحد، فهل نطفئ الحريق معا أم نتفرج على البلد يشتعل ويترمد؟ أيها الإخوة، إن مرون الناسك دنيا للحفاظ على جوهر العلاقة مع الخالق، فهل يلهمنا في لبنان تغليب المصلحة العامة على كل مصلحة سواها؟ فليسأل الله لنا أن نحمل هذه المسؤولية الوطنية الكبرى، ولندرك أن حساب التاريخ سيطال جيلنا بكامله ولن يستثني منا أحدا. أما سلامة لبنان المرجوة من كل قلوبنا فهي ستعود بالخير على أهله جميعا وعلى منطقته والعالم بأسره. فأعطنا يا ربي بجاه هذا العيد وبشفاعة القديس مارون نعمة التلاقي على خدمة وطن ليس لنا وطن سواه وليس له مثيل بين أوطان الدنيا كلها. سألناك يا رب فاستجب سؤلنا باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البطل، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي
المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموت والحياة في الدار الآتية ونبسوغ طيبوتك يقول البيت وسود بايك لو وشو قبلت قرابين الأولين اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الذائلة هب لهم الحياة والملكوت لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم لا سيما الطباوية واردة الله مريم ومارمارون ومار يوحنا مارون اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة بخاصة أبناء هذا الوطن الرسالة الذي تقدم عنه هذه الذبيحة واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نزمة من محبتك لا تنقطع بقبلة لا غش فيها فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد آمين
السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار الموضوعة عليك، السلام لكم يا إخوتي الأحبار ويا إخوتي الكهنة ويا خدام روح القدوس. ليعطي كل واحد منا سلام قريبه بمحبة وأمانة ترضي الله. أمامك يا رب ننحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس برخ موريش كهني الآن وإلى الأبد. يا رب واضئ بوجهك علينا الآن، خلصنا من كل شر وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس برخ موريش كهني الآن وإلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس معكم يا إخوتي إلى الأبد. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. نشكر الله متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إنا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين: دلعو لم علمي
خان والكوس دمزجوا من حمر ومن مايو بارخ قادش ويا بالترميدة وكادوما سابشتا ومنه كل خود هونو دينيتاو موديل دياتي قحداتو دحلوف يكون وحلوف ساقية متشد ومتهم حصوت حوبي والحاي للعلم علمي كلما كملتم هذه الأسرار اصنعوا ذلك لذكري حتى مجيء اذكروا موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصي ومجيئك الثاني نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا واعددنا لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا مرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلين استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان فغر دمشي حواله ديلان والكوسونو نعبد النوي دمو دمشي حواله ديلان فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية اقبل يا رب طلبتنا وابتهالنا وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك وفد رعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بتركنا الانطاكي ومار نصر الله بطرس أبانا ومار بولس بطراننا وعدد الكهنة والشمامسة وخدمت بيعتك المقدسة ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا نسألك يا رب اللهم نسألك أن تبقي جذوة الضمير حية في تربة هذا الوطن وأن تبقي التقاليد المارونية الأصلية
ملازمة لكياننا ووجودنا، لأنها جزء من نظرتنا إلى الحياة والكون، بها نحيا ومن أجلها نموت. نسألك يا رب. يا رب، صلاتنا إليك بشفاعة مرمرون ألا تعود تسمح بغربة عنك أو بعد ولا بنسيان. أعطنا الذاكرة فلا ننسى، والقوة فلا نضعف، والرجاء فلا نيأس، وثبتنا في الإيمان فلا نحيد عنه، واجعلنا أبدا من عن يمينك. لا تسمح، لا تأذن، لا تقبل أن يصبح لبنان ذبيحا من جديد. نسألك يا رب. نصلي من أجل المرضى والمتعبين والحزانة واليائسين، لكي يجدوا العزاء والشفاء والأمل في حضنك الأبوي، فيحملوا نيرك ويتباركوا من نعمك وينشروا محبتك في العالم أجمع. نسألك يا رب. احمي يا رب وطننا الحبيب لبنان من كل غدر، وابقه نموذجا حضاريا حيا للعالمين، وابق أرضه المباركة معقلا للحرية والإيمان. نسألك يا رب. اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان. اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنه ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي نرجو معه نوال المراحم وغفران الخطايا لنا ولهم. واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس لنا وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. هيبنا. هذا القربان من يدي وارضى عني، ولا تذكرني ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبي، يا حملا صار لنفسي حبرا مقربا، لتكن يا رب تلبطنا بمراحمك بخورا فنقرب بك لأبي، لك المجد إلى الأبد.
نضرع إليك اللهم الآب، معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة، واقبل هذا القربان فناتب إليك بصوت واحد متفقين، ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد، ولابنك الوحيد ولروحك القدوس برخ موريش كهني الآن وإلى الأبان. السلام لجميعكم. وأمام مذبحه الغافر، وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي، واقبلوا البركة من الرب. بارك يا ربي الساجدين لك، المنحنين أمامك، الضارعين إليك، أهلهم لمراحمك ومغفرة خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير. وإليك نرفع المجد الآن وإلى الأبد. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس. تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا، لك المجد إلى الأبد. Oh,
الرب نوري وخلاصي فممن أخاف، رب حصن حياتي فممن أفزع. تقدم علي الأشرار ليأكلوا لحمي مضايقي وأعدائي فإنهم يعثرون ويسقطون. إذا اصطف علي عسكر فلا يخاف ظلم وهم، قاد علي قتال ففي ذلك ثقتي. والتسابيح لاسمك نقدم، لأنك طعمتنا جسدك وسقيتنا دمك الحي. يا محب البشر ارحمنا. ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محب البشر ارحمنا. مباشرة بعد بركة النهاية بدي اترجم الجميع نبقى بمكننا ليتسنى لفخامة الرئيس ينتقل إلى صالون رعية حيث يستقبل تهاني الجميع بالعيد. نشكرك أيها الآب على هذه الموهبة التي منحتناها ولو كنا غير أهل لها. لا تخجلنا بخطايانا بل اعددنا وخلصنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس بارخ موريش كهني الآن وإلى الأبد. السلام لجميعكم. ابسط ايها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك، احفظهم بصليبك وكن لهم سترا وملجا، كملهم بفيض بركاتك فنرفع معهم المجد والشكر اليك والى ابيك المبارك وروحك القدوس بارخ بورش كهني الآن وإلى الأبد. آمين. يا إله الخير
والرب الرحوم والسيد الرؤوف، يا من قبلت قربان هابيل الوديع ذبيحة إبراهيم الخليل وملكي صادق الخادم وكل ذبائح الآباء وقرابينهم، ثم قبلت قرابين الرسل والآباء والشهداء الذين أرضوك بأعمالهم. هكذا يا رب اقبل برحمتك وتحننك هذه الذبيحة المقدسة التي قدمناها، واجعل بها للخطأ غفرانا، وللمرضى شفاء، ولمنكسري القلوب رجاء، وللحزان عزاء، وللموت راحة، وللأسرى خلاصا، وللمسافرين رفيقا، وللبعيدين مرشدا، وللقريبين حافظا، وللبنان صلحا وسلاما. ويمين رحمتك تبارك هذه المدينة وهذا الوطن وسكان المؤمنين باسمك. اصرف عنهم يا رب الأزمنة الرديئة والأحزان الشديدة، نجهم من التجارب المهلكة، ادفع عنهم يا رب ما يؤذي أجسادهم وما يهلك نفوسهم. يا رب انصر محبتك في الأرض، اغفر خطاياي وخطايا هذه الجماعة بشفاعة السيدة أم النور ومار يوحنا البتول ومار مارون شفيع هذه الكنيسة وصاحب العيد وجميع القديسين، آمين. فخامة الرئيس، عيد مبارك علينا جميعا وقبل كل سنة. وأذبحوا في خبائه ذبائح قلبي